بص، الجزئيه اللي هي بتاعت المدخل بتاعت الباب او الشكل اللي هو اللي انا كنت بحيله عند رغد من شويه، الصوره بتاعت الايه، الجزئيه ايه يعني؟ مثلا انت رغد، انت بترسمي دي صح ولا بترسمي مدخل اللي هو ده لا، برسم اللي الشباك. فوق، الشباك اللي ايوه فوق؟ دي. طب انا هعمله ازاي؟ هقول انت اولا لازم تيجي تستفيدي من الخطوات اللي قبل كده اللي انت عملتيها. طب هو مش فاهم اعمل ايه يعني؟ اولا هو شكل السكوير او شكل الريكتانجل اهو. ايوه ماشي. طب انا هعمل الكيرف بتاعه ازاي من فوق؟ طب انا هاجي هنا من موديفاي، واتفقنا ان امر التعديل على الاشكال 2 دي هو ايديت سبلاين. طب اعمل ايه، اعمل ايه في ايديت سبلاين؟ هتلاقي في عندك هنا يا رغد، هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ريفاين. لازم اختار فيرتكس اهي، وهاجي اختار من هنا ريفاين اهي، وهاجي هنا هو كده. بس انا هلقط هنا نقط ازاي؟ فلازم اجي اخد السناب اللي هي 2 دي، واجي اخد هنا من فيرتكس، لا هاخد ميد بوينت فقط، وهبتدي ان انا احط هنا ايه، نقط على الميد بوينت يا محمد. اوكي. ثم اروح ماسك البوينت دي واروح طالع بيها فوق كده. وطبعا تقفلي السناب اللي انت مش محتاجاه. شايفه؟ اقطع في الاكس اللي هو اللي فوق، ثم همسك دي كده الثلاث نقط وكليك يمين اخليهم هنا كورنر بوينت. لا ده انا عايزهم كيرف. ما انت الكيرف ده عشان يطلع اوكي. مظبوط معاكي لازم حضرتك تيجي هنا تعمله هنا فالت. ادي فالت اهي بالقيمه او ريديوس، او هتبتدي تتحرك كده، هيبتدي ان هو يديك الكيرف اليمين زي الشمال. ماشي، ده اللي عملته. بس انا عملت النص دايرة وعملت فيلت برضه. طيب انت هتلاقي عندك هنا اهو في شباك هنا صح؟ طيب هعمل الشباك ازاي؟ ادي الشباك اهو. ايوه هعمل الكيرف ده ازاي؟ انا جايب هنا، عشان كده قلت لها نص دايره هتبقى اسهل وادق كمان. يعني هاجي هنا فيرتكس وهاخد هنا ميد بوينت، ادي ميد بوينت وادي فيرتكس. ثم ايه خطواتك؟ هاجي هنا كده من موديفاي، وهاجي اقول له هنا ايد سبلاين اهي، وامشي نفس الستبس بتاعتي كانه بلان بالظبط، وهعمل هنا اتاتش واروح واخد اصل الشكل. ثم هاجي بعد كده جاي هنا سيجمنتس، اروح ماسك الاثنين دولت. خلي بالك ده سيجمنتس. ليه سيجمنتس؟ عشان هو اصلا جت بظروفها في نص الدايره وجت بظروفها في ضلع، هتشوفهم. بعمل ديليت الكيبورد، ثم اجي فيرتكس واروح ماسك البوينت، ثم اجي اقول له هنا ويلد. يبقى انا كده ضمنت تماما ان الدنيا عندي متظبطه. اي طبعا انا مش فاهم هعمل ايه دلوقتي، يعني انت دلوقتي رحت عملت ده شيء 2 دي وده شيء 2 دي، هعمل ايه؟ حد يرد عليا؟ ها؟ هنعمله مع التاني؟ يعني هل اعمل ايه ده اكسترود وده اكسترود واعمل بروبوليوم من ده من ده؟ تاني كده ايه؟ وبعدين يعني هعمل اكسترود للكتله دي، ثم هعمل اكسترود للكتله دي، وهاجي اعمل هعمل بروبوليوم من الاثنين صح؟ في حاجه اسهل؟ اه طبعا في حاجه، في حاجات اسهل. بس انا لو عملت اتاتش للاثنين مش هو كده كده بيفهم سوليد اند فويد يعني؟ ما هو ده بقى، ده بقى اللي انا كنت اقوله لهم، اللي هو ايه؟ انا ممكن اجيب الشباك ده في مكان، ودي زيتونه في منتهى الاهميه كمان. طب الشباك ده، ده 2 دي وده 2 دي. طب امسك اصل الشيب واعمل هنا اتاتش بالشكل ده كده، ومجرد يا رغد ان انا هاجي اعمل هنا اكسترود الموضوع خلص اهو، وحفر كمان ومن غير بروبوليان ولا مشاكل. اهي تاني، معلش انت تقصد ايه؟ اه اقصد ان انت لو عندك هنا شيب ده 2 دي اهو كده، وعندي هنا اهو مجموعه اشكال او شبابيك 2 دي، طبعا فيها كيرفات انا هعملها تفصيليه دلوقتي، بس مثلا بشرح لكم اصل الكونسيبت عامل ازاي. لو انت جيتي مسكتي اصل الشكل وجيت هنا اهو كده يا منى، ورحت رايح هنا من موديفاي وقلت له هنا ايد سبلاين نفس الستبس بتاعت البلان. اه ايد سبلاين، قلت له هنا اتاش، واروح واخد الاوبجكتس الباقي اهي كده اهي. ثم مجرد انت يا منى هتيجي تعملي هنا اكسترود لا اكثر. الله ايه ده؟ طلع ايه ده؟ حد معايا ولا فين؟ طيب هسال سؤال بس بشكل تاني يا ابرار، اللي هي ايه؟ بعد ما انت عملتي الفيلا بالبروبوليو حلو؟ وجيت العميل يستلم وقال لك لو سمحتي انا محتاج ان انت تغيري لي اماكن الشبابيك او ارتفاعاتها او مساحتها، تعملي ايه؟ انا عايز حد يرد. بعد ما عمل لها اه وخلاص و... اه وانت وانت بتسلمي ايه الحل؟ هيبقى ضرب لي الشغل كله. تعملي ايه بقى؟ يا دكتور انا حصل معايا المشكله دي وكنت عايز اغير في حاجه، ولما عملت اكسترود فغير لي، غير في الشكل خالص، فاضطريت ان انا امسحه واعمله من الاول. ما هي دي مشكله تانية.
اعمل ايه بقى؟ هحل حل عقيم يعني، لان هسد الفتحات اللي انا فتحتها دي كلها وابتدي اشتغل تاني كاني ما عملتش حاجه. اقول لك بس حل عقيم يعني. لا ما هو مش عقيم، هو عقيم ومش هيشتغل. هو انا هعملها من الفيرتكس وانقلها. لا بص، الحل العقيم الاول ان هو مش هيشتغل. ليه؟ لان هو هيضايقك في الماتيريال، الماتيريال مش تركب صح. انت فاهماني؟ فدي مشكله يعني. المشكله بتاعته ان هو مش هيقبل منك الكلام ده اهو. خدت بالك؟ فالفكره كلها انت هتشتغل 2 دي ازاي؟ ده الجنب اللي موجود عندك في الجهه اليمين مثلا، يعني البلان انت داخليه عندك على الكاد كانه تباشير على الارض، وهترسمي عليه جوه 3 دي ماكس. ثم هاجي هنا اهو كده، واروح جاي قايل له ايه؟ اروح جاي هنا اهو كده وعامل هنا شيء. ايه ده؟ وانا هرسم الشيبات دي، الشيبس دي اصلا 2 دي؟ اه ممكن ترسميها جوه الكاد احسن بكتير، او ممكن ترسميها هنا جوه 3 دي ماكس، عشان محمد كان سالني ارسم ازاي 2 دي جوه الماكس. فهاجي هرسم الكلام ده جوه الماكس اهو. ماشي، ادي شيب والحمد لله كده اهي. ثم هاجي هنا من موديفاي، واجي اعمل هنا اكسترود، سوري اند سبلاين، واجي اعمل هنا اتاج، واروح واخد دي اهي. ثم هاجي هنا نفس اللي احنا عملناه كانه بلان بالظبط، واجي امسك النقطتين دولت اهم دي. ثم هاجي هنا فيرتكس، واروح ماسك البوينت، ثم هاجي اقول له هنا ويل. الله، ده هو هو قطر. تعالى هنا بقى، حتى لو حبيت تغيري كمان قيمه مقاس الشباك طول وعرض براحتك يعني. مش بتكلم على سكيل، انا بتكلم على المقاسات. الله. طب ثم يعني ده عندك ده الشباك. ده الشباك الكبير اللي هو في الجنب. ماشي. طب انت عندك كمان كان في شباكين صغيرين فوق، ممكن تعملهم نفس الخطوات اهو. يا عم الحاج ده انت شغال كده 2 دي؟ ايوه انا عارف. اه عشان بعد كده بقى ادي شباك وادي شباك تاني اهو. خلاص اهو، وانا جاي اعمل دي كده اهي. تمام. ايوه بس كان في شبيك صغيره، خد دي اهي، خد دي كده شاف اهي. وهاجي هنا اروح جاي واخد الباقي اهم، كان في ثلاثه وكان جنبيهم كمان ثلاثه لو حد فاكر. اه وكان فوقيهم هنا ثلاثه اهو. اهو وهاجي هنا اهو كده، كان في واحد ايه؟ واحد. وخلي بالك كان في بلكونتين او كان في فتحتين هنا في الجنب، الاثنين فوق بعض اللي هم دولت، ادي واحده. ثم هاجي هنا كده حسبت لها اهو. طبعا الكلام ده ما ينفعش بالتسكيل، ده الكلام ده بالمقاسات، احنا بنعمل بس فور اكزامبل يعني. خدت بالك؟ اروح ماسك دي كده اهي. طبعا رسمتها على الكاد تكون ادق مليار في المية. خلاص؟ ادي فاتحه وهاجي هنا شيفت واروح واخد النص. خلاص انت كده رسمت الجنب. طب ثم برضك ده 2 دي، حضرتك انت لو جيت مسكت اصل الشيء وجيت قلت له هنا اتاتش مالتيبل اهي. وهاجي اقول له لو سمحت خد لي كل الشيبس اللي هي الصغيره اللي هي شبابيك. طب بس ده 2 دي، حضرتك جرب كده اعمل اكسترود. اكسترود يا نهار ابيض، هو انت كده وفرت ايه؟ وفرت التروبوريان اللي انا ممكن اروح اعمله حته حته. الله، ده انت وفرت كمان ان الكتله ممكن تضرب، وفرت كمان ان انت ممكن العميل يجي يقول لك لو سمحت اعمل لي تعديل كذا، وهو قاعد انت بتعمله له اهو، وتعمل اكسترود ويتفرج، ما عجبوش تغيره اهو، اس بي لاين، شكرا، دليل، شكرا. خدت بالك؟ عشان كده دايما بقول لكم ايه، احنا عايزين الحاجه في 5 دقائق، الحاجه في دقيقه. كده اسهل ولا بروبوريان اسهل؟ طب ودك السؤال يا دكتور، هنعمل الكلام ده ازاي واحنا جايبينه من الكاد يعني؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني مش انت بتقول يا دكتور احنا بناخد الملف من الكاد ونحطه ونعمل له اكسترود؟ انا عارف محمد قال لك ارسم 2 دي على الماكس. بص انت عندك انت عندك منهجين يا محمد، يا اما تدخل البلان من الكاد وبشروط اللي احنا اتفقنا عليها، ثم تدخله على 3 دي ماكس، فايل امبورت ويدخل البلان، وتروح عامل له اكسترود وتشكل الكتله زي ما اتفقنا. او منهج تاني ان انت تعمل ايه؟ انا هروح اجيب البلان عندي من الاوتوكاد ادخله على 3 دي ماكس واحطه في الارض. طب هو ده اللي هرفعه؟ لا، انت هتبني عليه 2 دي هنا. انت معايا يا محمد؟ او ان انت تكون عامل الجوانب بتاعتك جاهزه على الاوتوكاد وتدخلها هنا تعملها اكسترود زي ما انا عملت. يعني انت تجيب الفايل ده كده ك 2 دي من الكاد. انت معايا يا محمد؟ تاني بقى عشان اسيبكم تجربوا الحته دي قبل ما ناخد بقيه المشاكل، اللي هي عباره عن ايه؟ ان انا هاجي هنا اهو، انا معايا هنا ادي شيء اهو. حلو؟ ايا كان شكل وعدد الشيبس اللي موجوده اهي. حد شايف؟ اهو. كده. مالها ابرار؟ حضرتك هتروح عندي جايه ماسكه اصل الشيء، واجي هنا موديفاي. واجي اعمل هنا ايد سبلاين اهي. هنعمل ايد سبلاين، كل الاوبجكت تعمل ايد سبلاين ما عدا اللاين. واجي اعمل هنا اتاتش مالتن. واروح واخد كل الاشكال 2 دي اهي. ثم هاجي اقول له اتاتش وشكرا على كده، ادي الشكل.
ثم حضرتك هتيجي هنا اكسترود اهي. يبقى انا كده وفرت البروبوليان يعني من بابه من غير وجع دماغ. ده غير كمان امكانيات التعديل زي ما انت عايز. لا وكمان سهله، خلصت الواجهه ما فيش في دقيقتين يعني الموضوع انتهى يعني. وصلت الحته دي؟ معلش انا عايزكم تجربوها بصوابعكم وترجعوا لي تاني. دلوقتي رواد عندها مجموعه اسئله ايه كده رفيعه، بس الاسئله الرفيعه دي ممكن تتوه لك الدنيا وانت ما تعرفش على ايه جاي. اول حاجه تقولي ان تول بارز دي مش موجود. التول بارز دي بجيبها من كذا مكان. اسهلهم حاجتين، لو جيت من كاستمايز هنا هتلاقي عندك هنا كلمه شو اي، هنا هتخفي وتظهري كل البانلز. اوكي طيب في حاجه ثانيه؟ اه لا انا مخنوقه وصباعي بيوجعني ومش عايز ادوس على واحده واحده. لو قلت له هنا لود كاستم يو اي وجيت اخترت من هنا سواء الديفولت اللي هي اللايت او الدارك، كل ما هو مخفي كل ما هو حتى لو البطن موجود والايكون والتكست على عليه مش ظاهر هيظهر. تاني كده يا هندسه، تاني واحده من كاستمايز لود كاستم اللي هي صوت حضرتك بيقطع. صوت حضرتك بيقطع. من 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 اه من كاستمايز لود كاست. اوكي طب وده ريليتد للتول بار اللي تحت برضو؟ اه طبعا كله. طب انا عايز تول بار بعينه، يعني انا عايز حاجه معينه بعينها. خلاص تعالي هنا كده يا رغد في اي مكان فاضي، كليك يمين في اي مكان فاضي. انت عارفه مسماه اسمه ايه كذا هتيجي. اي الثلاثه دولت هيطلعوا لك من اي زنقه انت ممكن تتعرض لها. طيب كان في فاكر حضرتك لما قلت لنا على الاورثو سنابنج مش عارفه ايه، لما كنا بنفتح الكاستمايز وناخد مثلا كوماند معين نحطه في التول بار دراج ودروب. اللي هي كانت اورثو وكانت بولر سناب، احنا شرحناهم ولا قلناهمش؟ انا ما رضيتش يتحطوا عندي برضو هندسه، ولما اتحطوا مره واتشالوا على طول مجرد ما قفلت البرنامج وفتحته. طيب بص الوقت القصه ماشي عندك، سامعني كويس؟ اه محضرتك. طيب اول حاجه انت عندك سواء البولر سناب او حتى اللي هي الاورثو بجيبهم منين؟ واحده واحده كده كليك يمين وهجيب هنا كاستمايز. اوكي او لو انت كليك يمين مش شغاله مثلا من كاستمايز من هنا هتقول له هنا كاستم ايه؟ user interface. بس تعالي لي بقى هنا الجزئيه دي ايه اللي هيظهر عند ابرار؟ اعتقد اللي هي ما رضاش يطلع معاها عشان هي كانت واقفه عند حاجه اسمها كيبورد اللي هو اول، ما اعرفش الكلام ده صح يا ابرار او لا، بس انت اللي عندك كيبورد. لا كنت تول بارز، كنت ايوه ادي تول بارز اهي. ثم هتيجي تختاري هو اول حرفين اللي هو او ار اهي، ادي الار، وهتيجي كده وهتعمل لهم هنا دراج اهي كده شايفه، هيروح طالع هنا. انا تقريبا كنت واقفه عند الكيبورد. اوكي خلاص عايز امسحه براحتي اهي دليل. طب عايز اللي هي البولر سناب هدوس على البي او البولر اهي، هاخده كده دراج اهو شايفه. عايز الغي كليك يمين دليل اهي. ايوه دلوقتي اللي هم بيعملوا ايه بقى؟ القرصه دي اللي هي بتمشيكي 90 درجه اهي، هتشايف؟ طب تمام. طب ايه لازمه البولر؟ افرض انت عايز تشغلي 30 درجه 20 درجه، يبقى بختار البولر سناب واجي هنا بالانجل سناب لو حد فاكر، وهاجي اكتب له عند كلمه انجل 30 درجه. هو كده اكيد هيمشي 30، ما ينفعش 60، ما براحتك انت وعلى حسب حركه ايدك كده يمشي 30. حد شايف؟ 30 60 90 براحتك. اوكي وارجع تاني. بس يا باشمهندس معلش اسالك سؤال، انا بقى لما بقفل البرنامج وافتحه بيتشالوا، اكني كل مره لازم اعملها من الاول تاني. لو ده حقيقي معاكي قولي لي ان انا كده لازم اخش ادعس اشوف ايه المشكله عندك، ان هو الطبيعي ان هو ما يتشالش. خدتي بالك؟ انا حصلت معايا من فتره. فانت عملتها دلوقتي تاني لحضرتك. انا عايزك تقفلي بقى البرنامج واحنا شغالين واعملي ستارت، ولو اختفى قولي لي. خلاص حاضر. طيب دي كده هتعمل كده في البريك عشان ما تنسيش. ماشي مش هتعديك يا فندم حاجه، ولو حاجه عديتك عايزها كده ليكيش. الله يخليك يا باشمهندس. خلي بالك كله بيحسبه كله بالامتحانات، انت عندكم تاسك نايل النهارده بصراحه. طيب كده في مشكله عند حد؟ طيب. لا في الحته دي تمام. اوكي اسال سؤال تاني؟ اسئله طبعا. انا كانت عندي مشكله لحضرتك شرحتها خلاص اللي هي بتاعت الواجهه الكيرف دي. الواجهه مش الشباك مش الشباك ومش المدخل. لسه هقول لك الواجهه عندك زتونه بنت لذينه اللي هي دي. اللي هي انهي؟ اللي هي المدخل. لا المدخل نفسه ما فيهوش حاجه، الحته بقى اللي فوق دي.
لا لسه في دي اللي بتتكلم على دي التاج بتاعه. اللي هي اه دي. مكان على التاج. ما انت دي تتعمل ازاي؟ ما هي كلها هي ايه، بلطايه مع بعض. انتوا معايا صح؟ اه مع حضرتك. طيب دلوقتي انا معايا مثلا شيب اهو، انا هطفي بس الايه الاورتو وهطفي بقيه الحاجه. ادي هنا سكوير اهو او ريكتانجل اهو، ثم هاجي هنا سيركل، واجي اروح جاي ايه لو سمحت انا عايز هنا فيرتكس ميد بوينت ماشي، واروح اعمل كده سيركل. ايه ده يا راغب ده مش مظبوط؟ لا انت بتاخدي مكانه في السنتر، ثم تيجي تقللي الريديوس بتاعه زي ما انت عايز اهو. اوكي ثم يبقى في النص. اه جدع. ثم همشي بقى خطوات. ايه هي خطواتك يا سيدي؟ هاجي هنا كده واجي اقول لك هنا ايد سبلاين اهو، ثم هاجي هنا اهو يا ايمن، لان هاجي هعمل هنا اتاتش واروح جاي واخد الاوبجكت، ثم هاجي هنا موديفاي اهي، ثم اجي اخد من جوه هقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي ترم اهي، ثم هاخد الفيرتكس اللي هي دي كده وحاجه اقول له هنا اهو ويل. طيب خلاص ده كده اتعمل. اه بس في مشكله، ما حدش ينسى موضوع السموثنج او موضوع الستبس، بيبقى شكلها وحش قوي. زودي الستبس اللي هي النعومه بتاعت الشكل ستبس. باشمهندس نعم معلش، هو في حته النت علق بعد ما حضرتك عملت الدويره كامله. اه بعد ما عملتها عملت ترم، ترم بس كده. اه وبعد كده ولد، خلي بالك ولد. اه ده لازم. اه تمام تمام. انا رسمتها بس ما رسمتهاش كده، انا رسمتها بال ما انت شوفي بقى الكوره العاديه. اه 3 دي مش 2 دي. اه لا بس انت شوفي يعني اسهل دي اسهل طبعا. طيب لسه بقى اللي هي حته الفورما جبس. طب ما انا اجي اخد من هنا سيجمنتس واقول له شيفت وانزل لو سمحت. شيفت الله. هو انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز افصل دي واوت لاين. طيب حاجه اقول له هنا لو سمحت اعمل ديتاش ليها اهي، شكرا. ثم حضرتك تمسك دي بقى اللي انت هتدي لها هنا اوت لاين، يعني حضرتك تيجي هنا اس بي لاين اهي، واجي اقول له هنا اوت لاين اهي، واجي اروح اعمل دي كده اهي، شايفه؟ دي بقت كتله ودي بقت كتله. يعني انا لما هاجي هنا اهو واعملها هنا اكسترود، يبقى كتله اهي. هنا من موديفاي اكسترود اهي، واجي اقول له الثيكنس او الضخامه بتاعتك قد كذا، ماشي. ولونها نفس اللون، احنا ما خدناش ماتيريال فاحنا قلنا احنا هنستخدم الوان. طب دي اللي هي لونها ايه؟ المفروض انها تبقى جبس. هاجي هنا وكده واروح واخد دي كده، واجي اقول له هنا من موديفاي واقول له هنا اكسترود اهي، واجي اركب دي على دي. هاجي هنا بالسناب واروح جاي واخد هنا فيرتكس اهي، واجي هنا روف اهي، اروح مركب. بس ما كروتش بقى، يعني هي اطمن انها رجلي. لا انا اتاكد مليار في الميه ان هي رجلي، تبارك. لان احنا هنوصل عندنا مرحله ان موضوع تسريب في اللايت هيبوظ لك الشوت، عمرك ما تعرف مين مدخلك اضاءه فين، لازم تبقى انت مامنه موضوع الاستاذ. طيب انا عملت دي بالفريم بتاعها اللي هي زياده قد كده. ايوه ماشي، بس دي ما كانتش مشكلتي انا، مشكلتي فين؟ لا هي مش مشكله ولا حاجه. هتيجي هنا فيرتكس زي ما انا عملت الايه. لا وانا كنت عاملها بطريقه صعبه برضه، حضرتك عملتها بطريقه سهله اكتر مني كتير. طيب انا راغب بقى يا ابرار، هتلاقي في الجزئيه اللي انا عملتها لها من شويه اللي هي ازاي يا راغب. هتيجي هنا كده يا ابرار، حاجه ريفاين وحاجه اقول له هنا على الميد بوينت لو سمحت، انا عايز ميد بوينت فقط اللي هي دي. ايوه انت عايز تعمل ايه؟ حاجه يقول له هنا ريفاين. ريفاين ازيك عملتها 2 دي بس 3 دي ريفاين. انا ماسك مين يا جماعه؟ لازم تخلي بالك الحاجات الصغننه دي هتفرق معاك، انت ماسك اصل الجزئيه اللي تحت. ثم هاجي هنا ريفاين واروح واخد دي. ايه ده؟ اوكي ما بتلقطش يا جماعه صح؟ طب لازم تلقط دي صح؟ اه يمكن 2 دي لقطت؟ لا. طب ليه طيب؟ لا طب عشان ما نلاقيش تروت. ونص ما انت عارفه ان 2.5 ده شغال مع 2 دي، هتبقى اللي كان 3 دي. اه و 3 دي فهاجي كده واجي هنا فيرتكس. الله الله. وهاجي هنا كده واروح جاي واخد 2 دي، واروح ماسك صاحبتنا اللي هي دي، حاطط السناب مش محتاجها، وهمسك البوينت. اه البوينت دي لما هتيجي تسحبيها الديفولت بتاعها ان هو طالع كيرف، مش عايز دي. انا همسك الثلاثه دولت وكليك يمين احولهم كورنر بوينت. ليه؟ عشان حضرتك تيجي من هنا كده وتعملهم فيلم. ماشي بردك ما هياش قصدها كده. طب انت قصدك ايه؟ انا بقى بتكلم على اللي فوق. اللي فوق ده يتعمل ازاي؟ انا هاجي هنا ادي سيجمنت، وهاجي همسك الجزئيه دي كده، وهاجي هنا شيفت وهسحب اهي. ياه هو ده الباس انت تركب عليه حاجه؟ هقول لك تعال هنا كده بس وافصل اصل الشيب ده عن ده اهو، نعمله اوت اهي. على فكره انا الكلام ده انا حاله في المحاضرات اللي فاتت،
خلاص. فهاجي هنا اس بي لاين وهمسك دي كده، هاخد بره الامر، همسك دي، دي اللي هي الباث اللي انا اخدته، واجي هنا اس بي لاين، ثم هاجي اقول لو سمحت اعمل لي هنا اوت لاين اهي كده. طب ثم هتيجي بعد كده تيجي تنزل بيه على المستوى اللي هو الله ده البيفوت بعيد، قربها ما تكسلش، يعني انت قرب البيفوت عشان ما يضايقكش بعد كده. ثم تعالي كده اعملي زوم وانزلي باصل الشيء. تمام، انت حد ملاحظ ان الكيرف ده طالع سموث وناعم؟ اه، لان انت ما طنشتيش السموثنج بتاع اصل الكتله اللي فاتت، خلاص انت كده وفرت على نفسك خطوه. خلاص ادي الشيء، ايوه بس هو كان زياده يمين وشمال، خلاص ما انت ممكن تيجي تمسك الفيرتكس ده تتعامل مع 2 دي اسهل بكتير قوي من موضوع 3 دي اهو. ثم حاجه اروح جاي هنا وكده واقول له هنا اكسترود. طيب الله دي نفعت. اه طبعا تنفع غصبا عنه ولازم تنفع. لون ابيض هتاخدي بقى من ده كام واحده؟ اثنين كمان ثلاثه شايف؟ هم ثلاثه شايف؟ واروح طالع كده ايه؟ اهي واقول له سمحت انا عايز اثنين. خلاص؟ هتروح جايه لثاني واحده وهتروح مدي لها الفرق بتاع الايه؟ الفيرتكس اللي موجود. امسك ده وشفت واصحابي. واجي الناحيه الثانيه اللي انا عملته هو هو شايف؟ واروح اعمل دي. خلاص؟ حتى الاكسترود هعمل بروز عن اللي تحتيه. اخر واحده نفس القصه. هاجي كده فيرتكس اروح ماسك البوينتس اروح مجمع كده. واجي هنا دي كده اروح عامل دي كده. ثم الاكسترود واروح مطلعه كده ازيد من اللي كنت عامله. تقوم تديك الشكل ايه اللي موجود عندك في الشكل. طيب؟ وصلت؟ تمام. طيب ايه تاني بقى؟ خلي بالك بقيه العمود ده عباره عن بوكس او كيوب معمول له تيبر، كان يعني ولا حاجه، وده سلندر وده بوكس تحت عادي يعني. طب انا لما بقيته سهل بعد كده، هي كانت الحته المشكله التانيه. لا بس هو في مشكله. حد عارف ايه هي؟ ايه بقى؟ الكورنيشه اللي راكبه على بلان متصل. ازاي يعني؟ يعني انا باجي برسم هنا بلان اهو بالقرص اهي. ده البلان اللي انت جايباه من الكاد، انا معلش انا هرخمه شويه. خد بالك عشان يطلع والدخله بتاعت الايه بتاعت الكورنيشه. انت شايف؟ بس مش هو ده الشكل، ما انا قلت لك انا هرخمه شويه. طب ثم حاجه هنا كده واجي هنا من جوه اللاين، خلي بالك اللاين ما بطلبلوش اند سبلاين. واجي هنا كده اقول له اوت لاين لو سمحت اهو. اهو ثم اروح جاي اعمله هنا اكس 2. طب ما خلاص ما انت كده طلعت الكتله بتاعتك اهي. ترسم بقى ازاي؟ انت كده محتاج حاجتين. محتاج السكشن بتاع الكورنيشه ومحتاج الباس. حد معايا ولا فين؟ ايوه مع حضرتك. الباس ده هرسمه ازاي؟ طب ما يجي واحد يقول لي طب ما انت قبل ما تدي له اوت لاين كنت اخدت باس. لا انا قصدي اقصد ان انا اجي اقول له هنا باللاين واستخدم بقى السناب اللي هي 2.5 عشان ارسم 2 دي على 3 دي. وهاجي هنا كده وهاجي اخد من جواها فيرتكس فقط. وهاجي اخد دي ثم دي. حد شايف؟ بص دورك معايا ازاي كويس؟ طول ما انت ترتيب خطواتك صح الموضوع بالنسبه لك سهل. ادي الباس بتاعه شكرا. اقفل بس السناب عشان ما تجريش منك في حته ثانيه. طب ثم هروح جاي بقى هنا اهو عامل السكشن. تعالى كده نعمل سكشن ايه غلط عشان اقول لكم برضك مشكله. حاجه هنا بالسناب 2 دي مش 2.5 بقى 2. هاخد جريد بوينتس وبرضك. وتعالى نعمل شكل كورنيشه ايه؟ طب هو باشمهندس هو ايه اللي هيحصل لو خليناه 2.5 عادي؟ ايه اللي هيحصل؟ هيلقط معاكي غلط، هيلقط معاكي النقط مش هتطلع مظبوطه ابدا. بجد؟ اه خالص. وهيدوخك بقى، يعني هيلففك السبع لفات بصراحه. هاخد دي كده اهي، واروح طالع عامل السنون اهي. ونفس القصه فوق اهي. اهي اهي. واجي ارت مثلا من هنا كده. اي شكل يعني اي شكل ايه يجي على بالك. اهم حاجه السناب تكون صح عشان يلقط معاكي صح. اهي واروح واخد دي كده اي شكل يعجبك، يعني مش لازم شكل معين يعني. الا بقى لما يجي يفرض عليك العميل حاجه. حط السناب اللي انا مش محتاجها، همسك اصل الشيب اهو واجي هنا من موديفاي واروح جاي هنا مش هطلب سبلاين كده كده باي ديفولت اصلا اللاين. لو حد ملاحظ ان انا برغي في الموضوع ده كتير وكل مره باكده عشان الناس بتنسى برضك اللاين اطلب له سبلاين. حاجه اقول له هنا اتاتش واروح واخد ده اهو. طب ليه انت ما خدتش اتاتش مالتيبل؟ عشان ممكن يكون في حاجات انا مش شايفها تتاخد معايا غصب عني يعني. باجي كده
فراح ماسك كل النقط راح جاي قال له هنا ويل لو سمحت ثم هاجي بعد بعد كده راح جاي ماسك البوينتس دي كده اهي حضرتك تبقى تعملها هنا ثالث اهي شكرا تمام وحاجه ما تنساهاش ان انت تروح توجه اخد شفت مكان. منه لا البيفوت عشان يبقى مطابق حتى ساعتها كمان قلتوا لي يعني ايه طابق مع الحيطه والسقف عشان ما يبقاش نص الكورنيشه في نص الحيطه يبقى المقاس مظبوط يعني طيب في حاجه ملحوظه غلط ولا ما حدش واخد باله حاجه مصيبه غلط الكورنيش عاجبها هي كبيره حلو تعال بقى ايه ما هي دي بقى الغلط اللي انا كنت عايز اعمله انت ايه الطبيعي احنا خدنا امر اسمه سويب صح زي الباص اهو حاجه هنا من موديفاي وهاجي اقول له لو سمحت اس دبليو جاب لك امر اسمه ايه سويب حاجه اقول له هنا جوه سويب حد فاكره حاجه هنا يوز حاجه اقول له هنا باك وانا واخد ده يا نهار اسود ايه ده الناس بتنسى يا جماعه ان الكورنيشه كبرها حاجه و20 سم ومش حاجه 20 ده 22 23 24 ما هياش ما هياش بحجم الفيلا طبعا فالناس تنسى تروح جايه عامله ايه تروح جايه هنا كده بامر سكيل يقول لك ايه يعني طب انا صغر الاول تحاول تجرب تصغر دي مش هتنفع تحاول تجرب تصغر دي بردك مش هتسال فيك ولا هتعبرك ايوه طب اعمل ايه يعني الغيها يعني لا تمسك هنا اس بي لاين دي سكشن تمسك الاس لاين بتاعه وانت جوه اس بي لاين تصغر طبعا انا مش بقول لك اغلط ثم تعالى اعمل الكلام ده ده انا بقول لك ايه بقول لك لو غلطت نصلح بس انت امشي صح الاول طيب الكورنيشه جات لك اهي ايه ده ولا ظبطت ولا اي حاجه حصلت ولا الهواء هنايه اه دي جوه والناحيه الثانيه ماشي تعالى بس نشوف ايوه دي عايزه تعمل لها ميرور طب تعالى افتح كده فين ميرور فين ميرور اه ده جوه سويت امسك بقى هات لي بقى كده امر سويت اهو واجي هنا من موديفاي واقول له هنا ميرور هتشافها اوكي يا عم الحاج ما بيتتش مكانها تعالى هنا بقى الاكس اوفس اللي هو ده شايف حد شايف حاجه ولا لا؟ اه ايه الحاج بيتبين؟ اه اوكي واو خلاص استنى بقى الناس تروح عامله زي انا رغد تروح عامله ايه ابرار تروح ماسكه دي كده رفعها لفوق بص بص البيفوت فين عشان كده الدنيا بايظه مام تيجي بقى للسكشن ده تروح لغياه اوعى ده انت ده زي اسم ليه؟ جه العميل قال لك انا الكورنيشه معلش لو سمحتي انا عايز اغيرها انت هتعمل فيها ايه يعني؟ انا بس مغير لونها غير لونها للرؤيه بس جه العميل قال لك ده الكورنيش دي انا عايزها تحت فوق مش عايزها تبقى فيها ركنه فوق كده قوي حضرتك تعالى هنا سيجمنت وامسك دي ثم دي ايه ده هاجي هنا سبلاين ثم حضرتك تيجي هنا من تحت تلاقي الحق ده في ميرور هورزونتال او فيرتيكال وممكن اعمل منه كوبي ادوس ميرور كده ادي النسخه الثانيه بص اللي بيحصل في الكورنيش عندك الفعليه المتركبه حاجه بالسناب واروح واخد صاحبتنا دي كده واروح حاططها هنا حاجه هنا فيرتكس اروح ماسك الاثنين دولك كده واقول له ويل لو سمحت حاجه هنا كده النقطه دي ديليت مش عايزها لو سمحت ايه اللي حصل عندك في الكورنيشه انت معايا على فين اه ما حضرتك اه بس استنى هي ضخمه خلاص براحتك ما عرفنا زيتونه بقى امسك دي والسناب لا اه والسناب لو مش محتاجها ما تستخدمهاش خلاص اطفي دي كده صغار خلاص بس دي ما بيتتش خلاص انا بحاول اعيد تاني يعني. خلاص ما بيتتش امسك اصل الاصل السويتش اه الاوف اصل بيبقى بالمقاسات بالسنتي اهو استنى بس انت نسيت حاجه ايوه اللي هي ايه اولا اوعى تلغي ده انت بمنتهى السهوله احنا خدنا اوامر هايد وان هايد وفريز وان فريز لو حد فاكر كليك يمين ابسط حاجه هايد شكرا لكن يعني على حياتك ان انت تروح تلغي اوعى طب انا عايز اروح اعدل في الشكل ده انت نسيت ان هو هنا في كيرف وانا خلاص عملت امر سويت ما يهمكش وانت واقف على الباث بتاعك هو في حد بيكتب؟ لا طب عشان لو حد حابب يقول لي استناه بس ابقى عامل حساب طيب حاجه هنا فيرتكس ايه ده؟ فين فين الامر سويت اهو فين الفيرتكس بتاعته؟ اهي ادي اللاين شايف؟ ايوه هتعمل ايه؟ مش احنا خدنا ريفاين ان انا اقدر اضيف هنا نقطه وهنا نقطه وهنا نقطة تعمل كيربل على مزاجك وامسك البوينت دي الله حتى بعد سويب اه طبعا اهو وتيجي تعمل ما بدالك انا ممكن عايز اروح اعمل فالت براحتك اهو وانا لسه هعيد سويب لا انده عليها بس بص عمل ايه؟ الحق دي باظت انت عمال تقول لنا
ما انت خدي بالك وانت بتتحركي تمام الوسع بتاع النقط وقيمه الايه وبعد كده الثيكنس. وبعد كده في عندنا احنا مصيبه هنا اللي هي ايه المصيبه اللي عندك ان انت بص البيفوت فين ده امر سويت عشان كده بقول لك دايما ظبطي اللي هو البيفوت عشان يطلع مقاسه او يطلع في مكانه ما يبقاش بعيد يبقى على الخط او الشيب اللي انت رسمه خلاص ارجع تاني اهي واجي هنا فيرتكس وحضرتك ادي النقط واروح جاي هنا موف اروح اسحبها كده همسك البوينت دي كده كلها واتاكد ان هي كورنر بوينت تمام ثم هاجي هنا بفلت اهي واروح جاي عامل دي كده هتشايف؟ هتشايف؟ كده هي دي ما هياش فوس انت خدت بالك ان المشاكل كلها متراكمه على بعضها ازاي؟ طب ايه دي بقى مشكلتها فين؟ لا يطلعها دي له درجتين الثيكنس ان احنا بص السكشن والباك بتاعه فين؟ في اوفرلابنج انت شايف هو فين؟ عشان كده بقول لكم ايه دايما خلي الشكل عندك موجود ولما تيجي ترسم تظبط قيمه مقاس الكورنيش على الشكل على الشيب انا كل ده بحاول اعملها بمشاكل عشان اطلع لكم ما تقعوش فيها وتتخنق خلاص ارجع تاني كده وامسك دي واجي هنا من موديفاي واقول له سويب اهي لدرجه ان انت ممكن تخليك تعمليها تاني يعني انت لو اخطات ممكن تخليك تعمليها تاني هاجي هنا كده هنا ام سويب اهي يوز بيك واروح مزود او اروح واخد السكشن بتاعي كده بقى انت مضطر تعمليها تاني اللي هي مين انا مضطر ان انا اروح اعمل السكشن ده تاني حد معايا؟ اعمل اعيد السكشن يعني؟ يا اما هتروح تعدلي فيه بس انت لما عظمك ينشف شويه يعني ايه؟ يعني انا ممكن اخد ده كده طبعا عمايله هتبقى اسهل كتير قوي من ان انت تروح تعمليه يعني هاجي هنا كده واقول له هنا ريفاين انا بس حاولت احط لكم المشكله عشان تبقى انت شايفه الدنيا ماشيه ازاي يعني دي كده دي زي وانا لحد دلوقتي انا مش فاهمه ايه سبب المشكله سبب المشكله ان انت عندك في تحت وفوق والكيرف مش عايز يطلع لان انت عندك ايوه ليه بقى سكشن الكورنيشن لما انت جيتي عملتيها كبيره ثم انت رحت عدلت فيها بس بصي تاني اهي من غير بقى مشاكل يعني انا هعملها لك من غير مشكله يعني هعمل لك الشكل نفسه من غير مشكله ولا سيكشن ولا باس اهي خلاص ادي اللاين واجي هنا سناب 2.5 هلقط اهي 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 طبعا بدل ما نعملها لاين وسناب وكده ممكن ناخد كوبي من الشكل نفسه ممكن بس هتاخديه ازاي؟ صح؟ ايه؟ هتاخديه ازاي؟ من اللاين سيجمنت سيجمنت امسك سيجما او الاس بي لاين يعني امسكها حته حته وافرضي ده الكلام ده على الحيطه كلها تعمل ايه؟ ايه؟ افرضي ان هي على الحيطه كلها هتعمل ايه؟ هتمسك سيجمنت سيجمنت لا وقتها همشي بس انا قصدي في ال في انه ممكن بس هتتعبك شويه يعني دي كده واروح جاي هنا انا هعمل الكورنيشه سريعا اهي بس اهم حاجه ما انساش اللي هي الستابس اللي هي النعومه بتاعت الشكل ادي التانجل اهي واروح جاي قايل له هنا ادي الستابس 100 ماشي واجي اركب ده على ده ادي الباث اهو واجي هنا موديفاي وامشي نفس الخطوات انا عدتها تاني اهي سويب بالطريقه الصح واجي اقول له هنا سويب اهي واجي اقول له هنا يوز اهي واجي اقول له هنا بيك واروح اخد السكشن ده شايف؟ ابيتها في مكانها سواء بميرور او سواء اي مكان اهي ادي فين السويب اهو ادي ميرور شايفها؟ ابيتها هنا عندي ادي الاكس اوفست والواي اوفست اهي خلاص اهي تنزل وتبت في مكانها عايز اقلع في كيرفاتها انا عندي هنا ادي اللاين وحضرتك عرفت منين وحضرتك بتحرك ان هي كده بالظبط يعني يعني هي سنين خبره بس 23 سنه بقى بس كده يعني. اوكي ماشي خلي بالك عشان كده انا بحاول اطلع لكم المشاكل من خلال اللي هو ايه اللي انا بقوله ده بالك بحيث ان انت لما تبقى انت لوحدك خلاص الدنيا بيس ماشي شايفه وصلت يعني طب وليه تاني عادها لي تاني ايه اللي يعني مش عارفة مش لاقطة برضو حتة يعني المشكلة
طيب المشكله لما بيكون في عندك ده شيب انت رسماه كبير قوي وتيجي تصغريه، يعني انت تكوني عامله كده وتيجي ترجعي تصغريه تاني يعملك المشكله دي. ليه؟ المقصود ليه؟ لان انت عاملاها، لان مقاس السكشن بالنسبه لاصل البلان كبير قوي. ايوه انا قصدي انا صغرتها خلاص، ليه بقى ما بتتظبطش؟ اولا من هنا سكيل، هو ما بيحسش بامر سكيل من هنا، فانت هتضطر ان انت تخشي هنا على موديفاي لاين، فايش لاين هنا بيصغره بس بيحتفظ في البيفوت في مكان تاني خالص، شايفه؟ اوكي. فانت هتضطر تعملي كده، واجي اخش اروح جاي مظبط البيفوت تاني اهو، واجي هنا مو. انا اقصد هي ليها حل، بس بص هو مش فاهم وغبي. وصلت؟ اوكي. دلوقتي اسلام بيقول لي هو فلت مش عايز تعمل معاه. لو انت جيت يا اسلام مثلا هنا للشيب ده كده، وجيت انت حبيت تعمل فلت مثلا، اولا من ضمن الحاجات اللي تاخد بالك منها ان انت النقطه دي تكون كورنر بوينت عشان ما تعملكش مشاكل. تيجي هنا كده وتقول له لو سمحت انت عندك الفلت يا اما بقيمه يا اما بايديك مانيو. لو انت جيت عملت كده يا اسلام وانت ما خدتش بالك، يعني صباعك وجعك وعملت رجعت في كلامك، انت بالنسبه لك هنا مفيش حاجه صح؟ بص كده لما تيجي تعمل فلت تاني، بص. طيب انا بقى لما بحرك الحركه دي وبسيبها ولا الهوا ولا هيعبرك، طب تعمل ايه؟ ايه الحل؟ الحل بتاعها هو الفلت دي، خد بالك وانت الاول عملت سلكت، هتروح تعمل فلت تدوس وصباعك ما يترفعش من على الماوس. حد شايف؟ لا ثانيه انا مش شايف. يعني انت تدوس وصباعك ما يترفعش من على الماوس لغايه ما توصلها ببعض يعني؟ جدع، او لدرجه الفلت اللي انت عايزاه. هو انا بعمل كده بس يعني بتتغير شكلها، بس لما بسيبها يعني بترجع. يبقى النقطه دي ما هياش كورنر بوينت، خش عليها وخليها كورنر بوينت. يا اما عايز تريح نفسك لحد ما صباعك تظبط على الماوس، حضرتك تعالى هنا كده واكتب له هنا قيمه 20 مثلا ودوس انتر. ماشي. او لو القيمه مش عاجباك اعمل اندو وتعالى قول له هنا 100 ودوس انتر. اهي. انت خدت بالك ولا فين؟ وصلت؟ طب حد خلص؟ اللي خلص يا جماعه ابعتها على الواتساب. قولي بقى. ماشي، ايه اللي يخلي الاكسترود دي يبقى لونه اسود؟ هقول لك، الاكسترود لونه اسود ليها كذا حاجه. اولا الكتله بتاعتك مش معمول لها ويلد، هيطلع اسود، هيطلع سيرفس ويطلع عامل زي الورقه، زي السكينه كده بره وجوه. لا ده هو سوليد وكتله، وانا شايفها كتله، بس انا هي لونها اسود. لما بتجيبي اي بلان جاي من الكاد يا جماعه وانت مش مدياله او مش معرفه ان هو لاير او كلر، انت لو خدتيه لاير هيخش لك هنا اسود. فانت محتاجه ان انت تيجي هنا من الماتيريال الكوره دي وتروح انت واخده اي كوره من اللي طالعه وترميها عليه دراج، يعني كان ده البلان اللي انا جايبه. بصوا كده، يعني كان ده البلان اللي انا جايبه من الكاد وعملت له اكسترود وجه اسود، خد اي كوره من دي وارميها عليه. الكوره دي جبتها منين؟ من الماتيريال اللي هي دي. اوكي. انا بتكلم في حاله ايه؟ في حاله ان انت مقفله الدنيا ومظبطه ويل، لكن انت لو مش مظبطه ويل وجيت الخط عامل ده كده مثلا ونسيتي تعملي اوفس، وجيت قلت له لو سمحت روح اعمل هنا اكسترود، ودي حاجه مش منطقيه، وعملت كده طلع كده. ولو دبل لاين وطلع كده يبقى انت مش عامله ولد. وصلت؟ دكتور قول يا حبيبي. انا كنت باخد مراكب الكاد لما بحطه واعمل له اكسترود بيطلع اسود، تمام؟ فلما باخده كوبي واعمل له ديتاتش بيطلع عادي، يعني لون عادي. يعني انت لما بتاخده كوبي بيطلع ايه؟ لا، لما باخده من ملف الكاد واعمل له اكسترود بيطلع اسود، ولما باخده كوبي واعمل له ديتاتش بيطلع عادي باللون عادي. يعني انت لما تيجي تاخده كوبي من ماكس تاني، لما باخد ملف الكاد واحطه على 3 دي بيطلع اسود. تعمله زي ما انا قلت الرغد من شويه. طب ليه لما باخد كوبي واعمله ديتاكت في بيت عادي؟ انت بتاخده كوبي منين؟ زي ما هو كده باخده كوبي كده يعني من 3 دي ماكس، باخده كوبي كده يا راجل. يعني انت يعني النسخه دي مثلا طلع سودا لما تيجي تاخده كوبي يطلع عادي؟ ده كده كارت شاشه اصلا، الظهار ملوش علاقه اصلا. ايه؟ كده كارت شاشه. كارت شاشه؟ مش انت بتقول لي ان انا قدامي هنا طالع هنا اسود، ولما باجي اقول له شيفت واروح ساحب كده بيطلع عادي؟ لا، وبعدين بعمل له تاتش. دي تاتش
بتعمله ديتاتش وهو 2 دي ماشي. يعني انا جيت هنا ادي هنا اس بي لاين وانا جاي ماسك ده كده شيفت وروح واخد منه نصها كده صح. وعملته ده كده كانت شاشه لان انت عندك لان انت عندك النص انت ما عندكش ما عندكش ولد يعني كده وتروح انت جاي ده يطلع اسود بردك مازال وده بيطلع من هون كده اكسترود صح كده. ايوه طيب جرب حاجه اخيره ان انت تيجي للماتيريال جرب بس مجرد تجربه وتاخد اي كوره من هنا وتروح راميها هنا اي كوره تروح راميها لو ما اتغيرش يبقى كده كانت شاشه اعملها حتى واحنا مع بعض. كانت شاشه ولا في تسليح ولا ما تغيرش كانت شاشه اعمل بس اللي بقول لك عليه الاول ما تفولش على جسمك يعني انت جرب اللي انا بقول لك عليه ورد عليا بس ما تطنش. ايه تاني؟ طيب معلش يا هندسه حضرتك قلت انه السبب الثاني بقى اللي بيخليه بقى اسود حاجه ريليتد للبلان اللي من الاوتوكاد اللي بيبقى مش عارفه ماله لاير ماله بقى اللي هو اللاير بتاعته. انت هناك لما تيجي تعملي اي بلان مش احنا من ضمن الشروط ان احنا نشتغل يا اما لاير زي ما كلر لايرز بمعنى ايه؟ اللايرز اللي هي طبقات ان انت تخلي انا فاهم الايمن ما اقصدش ترجمه انا بقول لك اللاير يعني. طبقات اللي هي ايه ان انت مثلا يكون الاوتلاين على اللاير البروزات على اللاير العواميد على اللاير يعني اقصد ان انت تفصلي ما بين كل جزء والتاني انت بالك في بعض الناس بتخليها لاير وفي بعض الناس بتشتغل كلر يعني بتخلي ده احمر ده اصفر ده كذا 3 دي ماكس لسه ما خدناش ماتيريال لو انت دخلتي لاير هيطلع اسود. اوكي يعني ماشي وصلت مش يعني مش قوي طيب كده بلان اوصل لك حاجه عندي حد بيشوف حاجات الجرافيكس اللي موجود عندي على ال ايه رايك تاخد كام من 10 حلو قوي ببقى فكرت كتير اخد كورس بعد ما نخلص ده. طب ما تتفرج على اليوتيوب بس ده كله فوتوشوب يعني ده بيزود سكيلز الفوتوشوب بقى طبعا عشان شغلك انت وان انت الصور اللي انت طلعها من ماكس ترى عامله ازاي. ده حقيقي هاخد ده مثلا اهو احطه ومن هنا كده بيست وهاجي اخده كده دراج. احنا اتفقنا ان دراج دي كده ايه غلط عارفه ليه؟ لان هي ما بتطلعلكيش الويندو اللي هي بتاعت السكيل واليونت وي وي امبورت امبورت واجي هنا اهي اهو الشاشه دي اللي هي في منتهى الاهميه. هنا بقى انت واخده ايه؟ لير ولا كلر ولا بلوك؟ هنا اهو اوكي هدي كلر كده بصي كده لما اجي اقول اوكي هيجي ينزل هنا بلونه اللي انت جايباه من كاد اهي واجي اقول له هنا كده من موديفاي لو سمحت روح اعمل اكس ري واطلع كده. وصلت؟ وصلت؟ مين عنده سؤال تاني؟ طيب يا دكتور انا عملتها دخلت عملت امبورت للكاد وبعدين عملتها لير بس ظهرت البرسبكتيف بس ما ظهرتش باي حاجه ثانيه يعني. لا اعملي زوم اكستند دول ده كده المشكلة يعني مشكله مقاسات اليون سكيل انت مظبطاها جوه الكاد ايه مش احنا اتفقنا من ضمن الشروط جوه الاوتوكاد اللي هي موضوع ليه موضوع يون سكيل وهكذا صح؟ ايوه انا عملت ده كله. طيب ليه فاتت الخطوه اللي قلت لها لا يا دكتور؟ يعني انت بعد ما عملتي ده كله ايه اللي حصل؟ ظهرت عندي في البرسبكتيف بس حتى بعد ما رسمت الحوائط وكده حاولت ان انا. طب ينفع حضرتك تعملي شير؟ طيب دلوقتي هي رغد بتسال عن الجزئيه بتاعت الفيلا اللي هي بتاعت العمود فانا عندي مثلا هنا اهو انا عندي ده كيوب ماشي اهم حاجه في القصه ان انا اروح ازود سيجمنت ماشي عشان شكل الكيرف وطبعا زياده السيجمنت دي بتريحني في السموثنج بتاع الشكل ماشي. ايه هو البدايل؟ ان انا عندي هنا كده كذا حاجه اللي هي الاف اف دي 3 في 3 في 3 لو انت جيت هنا كنترول بوينت ومسكت هنا الشكل ده كده وانا جاي اعمل له هنا بامر سكيل ورحت عملت له هنا اي سكيل ده شكل او مسكت اللي هو في الكيرف اللي هو في البوينت اللي في النص وراح اعمل كده خلاص. تعال نطلع بقى اللي هو ايه اني واحد بين الصوره صورين فين هي اللي هو ده هي بتتكلم على ايه بتتكلم على ده. طب انا هعمل ايه انا مش فاهم. هتروح هي جايه بقى عامله ايه هي مش شرط تاخد 3 في 3
هي ممكن يعني على الاكثر ممكن تاخد 2 في 2. ليه؟ اشمعنى يعني؟ لان هو ممكن ياخد ايه؟ 2 في 2 في 2. الله طب ليه 3 في 3؟ انا بشرح ليه 3 في 3. 3 في 3 ده عشان الكيرف اللي هو البطن الصغننه اللي طلعت عندك في النص اللي هي فين حضرتك عليه كده. في دي اهو 3 في 3 ادي هنا كده كنترول بوينت. هو محتاجه ان ده يكون كبير كده اهو وان ده يبقى ليه كيرف كده. ده حل. او اللي كنت بقول لك امر تيبر اللي انت قلت لي ايه انا ما اشتغلتش بيه اللي هو زي ده. يعني هاجي من هنا هرجعه تاني سكوير ولا امر اف اف دي وحاجه اقول هنا تيبر اهي اللي احنا خدناها في المحاضره الثالثه. تيبر اهي وحاجه ازود الاماونت وهاجي هنا ازود الكيرف. لا هو انا بصراحه لما جيت اشتغلت ما عملتش كده قوي. انا عملت حاجه تانية الاول. عملت بوكس وبعدين قمت لقيت مش ومظبطه يعني واخده بوينت بوينت مفهوش. بس هو ما فيهوش ايديت مش خلي بالك. وايديت مش ده انا بستخدمه الحاجات اللي هي فيها كورنر بوينت وده ما فيهوش كورنر بوينت. ما انا كنت فاكره ان فيه عشان الصوره مبكسله شويه. الصوره مبكسله المهم يعني ان انا عملته بايديت مش فظبطته ان ايه يبقى فيه شويه بروز. اوكي ماشي تمام. وعلى فكره ايديت مش خلي بالك ممكن تيجي قبل او بعد. يعني انا ممكن اجي هنا كده يعني هتضايقك بقى شويه. يعني انت النقط دي كده اهي انا ممكن اجي هنا كده واروح جاي هنا عامل ريسكيل ليها رحت اهي كده. ايوه البوينتس اللي هي دي كده بالظبط كده ماشي. اروح جاي عامل. وطبعا هو كده كده بيمسك السايدز كلها خلي بالك. انت بتمسكي من تمام فبيمسك قدام وورا. النتيجه اللي عامله زي اهي ماشي. انا بقى بعد ما عملت البروز ده قمت واخده بوينت بوينت وعامله عليه الاف اف 3 باي 3 عشان يبقى يعني هي اصلا انها تمسك ده كده وادي الفرتشيز اهي هي مسكت الجزئيه دي بالذات وهي ماسكاها طلبت اف اف دي اهي. طب ايوه ايه الافاده؟ ان الجزء ده بس اللي هيبقى كيرف. بس خدي بالك الجزء ده هيبقى كيرف بناء على ايه؟ على عدد الفرتشيز اللي فيه. يعني انا ممكن امسك هنا الاثنين 2 في 2 او 3 في 3 واعمل كيرف هنا اهو والسموثنج بتاعه على حسب السيجمنت الداخليه. يعني انت هنا قلتها لك كده هو هيعملها لك كيرف وكل حاجه. بس انت عندك كام واحد جوه؟ اثنين طبعا اربعه سموث قوي. لا واحد اثنين اثنين كده يعني. فانت ممكن تعملي حسابك احنا هناخد بعد كده ان انت ممكن تزودها. انت ممكن تيجي هنا في اديت مش بس انا مش عايز اديها لكم دلوقتي. بس يعني ممكن هتلاقي في عندك هنا اهو ممكن ناخد مثلا لو انها هزود لي السيجمنت اقول لك انا. طيب انا ممكن بس ايه البوري ماشي. بص ممكن اجي اخد لها بس هي مش مستاهله يعني بس ماشي. يعني ممكن اجي اخد لها هنا ايديت بولي في الحته دي ثم اجي هنا على الفيرتسيز اللي هي جواها كده واجي امسك دولك كده وهتلاقي في عندك اوامر بزود لك السموثنج بتاع الشكل اللي هي من ضمنها تربو سموث مثلا او مش سموث اللي هي تروح مزود الحته دي فقط. بصي تروح عامله لي دي ليها قصه كده احنا هناخدها بس مش وقتها. خد بالك بصي هتديك الحته دي هي دي بس الوحيده اللي كيرف. بصي مش دي اللي كان فيها اتنين من شويه؟ بس ماشي. بس هو كل ده عامه لسه مش سؤالي. لسه ايه؟ مش سؤالها. طيب قولي سؤالي انا مش هتكلم يعني. سؤالي بقى انه بعد مثلا ما خدنا زي ما حضرتك عملت كده خدنا جزء وعملنا عليه السموذنج تمام؟ جيت اخد جزء تاني تمام؟ اوعي الاولاني هيبوظ. ايه؟ الاولاني هيبوظ. هيبوظ والتاني هيبقى نفس الاولاني بالظبط. أيوة. بعد ما خلصت كله وجيت بقى اطلع خالص الشيب اتغير او يعني رجع تاني شاربند اكتر. هو الصح عامل ازاي؟ مش احنا خدنا اللي هي خدنا سفريفاي؟ ايه؟ سفريفاي فاكره؟ لما كنت تيجي تمسكي هنا كذا حاجه يعني انت هنا عامله ايديت ماشي وخلاص طبقتي مجموعه اوامر ما ترجعيش ليه تيجي هنا من فوق وتطلبي ايديت ماشي تاني او ماشي سيلكت اهي واجي للفيرتكس بتاعك. طيب انا اعمل على كل بوينت ايديت ماشي او اف اف باي 3. بس خدي بالك ما هو انت الاول ان انت ممكن تروحي تعملي سكشن وتلفيه انت يوجع دماغك يعني. اصل انا كنت باخد كل بوينت وبرجع لنفس الاف اف. لا 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 يبوظ. ما انت طب ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ ما انا بقى يعني قلت خليه فويس كده على الواتساب ولا اي حاجه. اوكي وصلت؟ في حد عنده تاني سؤال؟ لا تمام. طيب اطلعوا اشربوا حاجه ونرجع نكمل. بس هو خلي بالكم احنا في عندنا امتحان مدته 15 دقيقه ماشي. حد يحب يشوفه؟
وهلا اولى. اه خلاص 15 دقيقه على العداد. وبرضك ابعتوا ايه اناونسمنت كده على على الواتساب يا جماعه الامتحان بعد البريك ومدته 15 دقيقه وانا هبعت لكم حالا على الواتساب. تحبوا تشوفوه ولا خلوه مفاجاه؟ اه نحب، لا نحب نشوف. طب ما تخلوه مفاجاه احسن. لا بنشوفه ناخد فكره برضو عشان نتقدم حضرتك. اذا اذا هنعمله ولا هنزقط فيه يعني؟ لا انتوا اساتذه يعني. ربنا يخليك يا باشمهندس، رفع من روحنا المعنويه والله. ده حقيقي وده حقكم بعد شغلكم الحلو وبتاعتكم الحلو، بس هو اليوم اللي احنا ما تعبناش فيه ده هبطكم شويه. انترفيو؟ اه حلو. هبعته لكم على الواتساب. هيترسم. طيب هو اصلا عشان كده بقول لكم مين فكر هتبتديها ازاي. هي اصل الكتب الفكريه دي خلي بالك هي عباره عن كذا جزء، لان هي عباره عن مجموعه الوان مختلفه خلي بالك يعني. هي مش كلها تعمل لها عباره عن اوبجكت واحد ثم هتبتدي انت تعمل اكسترود. بص كده معايا دي واحده. الشغل اللي هو اللي موجود عندك ده انت عندك اصل الشكل هو فيه كام شكل؟ 1 2 3 4 5 شايفهم؟ اه يعني انا مثلا بيجي لي ديزاين زي ده كده، انا لو فكرت ان انا هبتدي فيه ازاي؟ هي اصل الكتله عامله ازاي؟ هي حيطه بس مجزأة وفيها ايه؟ ستريبات الوان. طب انا هبتديها ازاي؟ انا هاجي مثلا هنا وكده، لو انت هتشتغلي في الماكس بحت، انا هاجي هنا كده وهاجي هنا هاخد بالسناب اهي، وهاجي اخد سناب هنا 2 دي جريد بوينتس وفيرتكس، وهاخد ال 2 دي اللي هو ده، وهاجي هاخد من هنا لاين وهمشي كده اهو على الجريد اللي هي بتاعت الارض. طب تمام. ثم هاجي هنا موديفاي وهبتدي ان انا اجي هنا اس بي لاين. ما الطبيعي ان انا هروح ادي له اوفست، فانا عندي هنا الامر اللي هو بتاع اوت لاينر. اوكي. هو حضرتك كده سايب حيطه مفتوحه؟ اه سايب حيطه مفتوحه عشان ابص منها. وهقول لك ليه دلوقتي. طيب هاجي بعد كده اروح جاي عامل هنا اكسترود واروح طالع باصل ايه؟ الكتله بتاعتي يعني. اللي هي لونها ايه؟ ما اخضر. ما انا خلاص انا ما عنديش حل غير الالوان. طب ثم حاجه على دي كده واروح جاي هنا بالسناب 3 دي واروح جاي واخد منها شيفت واروح طالع كده. لان انت خلي بالك في ستربايه لونها جراي فاتح، لو حد فاهم او حد شايفها هي حجمها او الثيكنس بتاعها قليل. ودي هروح ادي لها هنا جراي او ابيض. جراي غامق، جراي فاتح، اي ما. اوكي. ثم هروح واخد كل دولت الاثنين ثم حاجه اقول له هنا شاف واروح طالع بيها كده. انا عايز كام واحده؟ انا عايز ثلاثه غيرهم، يعني هكتب هنا ايه؟ انا هم اربعه فانا هكتب ثلاثه غيرهم بس. فادي الشكل اللي موجوده. طب تمام. بس خد بالك انت عندك الجزئيه اللي في النص هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن كذا لون. ايه هي الالوان المتاحه بالنسبه لك اهي؟ استنى نشوف هم كام واحده؟ 1 2 3 يبقى كده ناقصنا واحده. تمام. ادي كده اهي. خلاص هاخد دي هاجي منها 5 كده 2 وهاجي هنا بشيفت اروح ماسك دي كده اهي كده. ثم هبتدي ان انا اخد الاجزاء اللي هي الوسط اللي هي دي كنترول وهمسك دولت اهم واجي اقول لو سمحت دي ليهم لون ابيض، انا لسه ما خدناش ماتيريال خالص. طب ادي الشكل. طب تمام. ايه الحل؟ هو انا حاسس ان في بوادر مشكله ان المساحه قليله. طب تمام انا عاملها قصدي يعني. أروح جاي هنا كده أروح جاي عامل سقف وأرضية، لأن أنت خلي بالك أهم حاجة سقف وأرضية لما تيجي للسنابس عشان لما نيجي ناخد لايت ما يبقاش في عندي تسريب للنور. أجي آخد دي كده أي حاجة ما تخليش السيكنس أو التخانة بتاعتها تسريب، أي رقم غير الزيرو. طب ثم هاخد من دي كده أهي شفت وأروح نازل تحت. المهم تقفليها أربع تربع وسقف وأرضية. طب ما أنت سايب الظهر، هقول لك تقفليه إزاي. وأجي هنا براي كليك وأجي أقول له لو سمحت السيكنس زيرو. ماشي. واللي تحت واللي فوق دي ابيض، يعني سواء دي او دي ابيض لونهم ابيض. وتخلص اول باول وتظبط الوان. طيب وهتبتدي تاخد الكادر كده. لا يا جماعه ده الكادر كده ده قليل، مش هو ده اللي انا شايفه قدامي. انت كلامك صح ومنطقي. طب بس انا الوضع بتاعي ده لو انا حبيت اعدل هتلاقي نفسك اضطراريه ان انت ترجع للقوام القديم. ايوه اللي هي ايه القوام القديم؟ انت ادي الشكل كله اهو. احنا خدنا من طبعا الكلام ده مش صح، انا بقول لك معالجه مؤقته يعني. حاجه احنا خدنا اعاده مشي صح؟ واجي هنا للفيرتكس دي كده يا ابرار واجي هنا بموفر محركه. حد شايف حاجه؟ لو عملت سكيل تضرب مني؟ اه طبعا. بصي اهي
اه بس خد بالك الكادر نفسه قليل، خلاص حضرتك عرفت الزيتونه بتاعتها، خد شيفت واسحب دي كده اهي، خلاص انت كده بقيت جوه المكان. اوكي ايه ده ايه ده ايه السواد ده؟ ده السواد ده احنا 3 دي ماكس بنحط لايت وشادو وشيد باي ديفولت اصلا من نفسه. النت قطع عندي ولا عند حضرتك؟ لا عندك يا ابرور. طيب يبقى كده انت عندك الدنيا هنا مش عايزها، مش عايز اللايت بتاع الماكس، فتعالى هنا اهو كده قول له لو سمحت شيل لي الشادو. طب ما هو شايله اصلا. خلاص لو لقيت ان هو متشال ارجعها هاي كواليتي تاني كده، انت تعملي ريفرش لكارت الشاشه. شادو شلته اهي، هتشايفها كده بقى ابتدي اشتغل. حد معايا؟ اه طب تمام. هتشتغل في ايه بقى؟ تعال نمسك بقى الحاجات الصغننه اللي جوه. سؤال بس صغير، قعده الكنبه دي اللي هي الستانلس دي تعمل ازاي؟ انا هقول لحضرتك. قول يا فندم. الباثوي هيبقى كيرفت كده زي قعده الكنبه. اعمل ايه بقى؟ زي فكره الكورنيشه والباثوي كده بالظبط. اوكي يعني هتسموه ايه، سكوير او ريكتانجل مثلا كده؟ لا مش ريكتانجل، خط بس. ولا اروح اعمله هنا كورنر ريديوس عشان الفه؟ الله. ولا اروح يا راد اجي اقول له هنا لو سمحت انيبل الريندر عشان اوفر في الفيرتكس بدل ما اروح اعمل له امر سويب، اني اسهل؟ اوكي الله ده اسهل كتير اهو اهو. حجمه قد ايه؟ لا لو سمحت مفيش ولا اي حاجه خالص، وتكرره على حسب العدد اللي على مزاجك، وتدي له الماتيريال اللي على مزاجك. وصلت؟ اه. طيب تيجي بقى للجزئيه دي، ما دي زي كانها شباك الحته الملفوفه دي، حد فاكرها؟ ايوه. ازاي يعني؟ يعني انت هتروح هنا تجيب هنا مثلا، ادي هنا ريكتانجل اهو، ريكتانجل ودايره اهي، هاجي هنا بالسناب وانا جاي واخد منها هنا فيرتكس ميد بوينت اهي، واجي هنا بالسناب اهي بتاعتي هاخد 2 دي واروح واخد دي كده، واجي هنا نفس القصه اللي احنا عملناها، حاجه هنا في موديفاي وحاجه اقول له هنا ايديت سبلاين اهي، وهاجي اخش هنا على اتاتش اهي واروح واخد دي كده اهي، واجي هنا سبي لاين سيجمنتس واروح اهي ماسك دولت واقول له دي، وامسك دي كده اهي، واجي هنا فيرتكس اهي واروح ماسك البوينت دي كده واقول له لو سمحت روح اعمل لي ويلد ما انساش ماشي، ودي اشيلها انا مش عايزها يعني الضلع ده كده اهو يا منى، هروح جاي اعمله دري. طب ثم ماشي يا بنت النت شغل عندي ما يهمكيش، انا عملت هنا زي ريكتانجل وعندي هنا دايره وجمعت الاثنين على بعض كانه شباك مقلوب يعني. ثم هروح جاي، لا مش هتعمل اوت لاين، ما انت هتعمل ايه؟ هرجع لاصل السيركل دي واجي هنا ريندرنج انيبل. هو ده الديكور ولا ده السقف الساقط؟ لا ديكور بتاعي. طيب جاي اعمل دي كده اهي يعني مزود دي كده هتطلع في الـ في الـ في الريندر. بص اه طبعا انها 2 دي ايوه تطلع في الريندر طبعا، مش انت قايل له هنا انيبل ريندر؟ اه. كام فيرتكس بقى يا فنانه؟ ولا حاجه. يبقى انا استفدت وابتديت ان انا ايه اشتغل بايه ووفرت كمان. طيب اوكي دي نفس القصه بس دي مش محتاجه، يعني يعني ايه مش محتاجه؟ يعني انت لو جيتي بصيتي هي عباره عن ايه؟ هتيجي هنا بامر اللي هو الارثو واجي هنا لاين اهو كده اهو شايفه؟ واجي للبوينت دي اهو كده اهو كده اهو، واجي للبوينت دي تحديدا كده اهي، وفي السناب لو مضايقت كده وامسك البوينت ولو سمحت روح اعمل لي فالت قوي حاضر اهي شايف؟ لا لا دي ملفوفه اكتر من كده خلاص. يبقى ليها ليها بردك حل تاني. ايه هي الحل؟ البوينت وانت بترسمها او اللاين وانت بترسمه، تعال نرجع لللاين تاني ومش عايز انيبل ريندر، ده مجرد جاست لاين اهو شايفه؟ اهو كده واروح نازل بيه كده واجي هنا اروح جاي اعمل له فلت من جوه، هو هيقبل اهو ادي ادي الفيرتكس اهي، واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي فلت ماشي. الله ده رضي. اي طبعا بس ما تنساش لو سمحت اللي هي دايما الناس بتنساها اللي هي موضوع انتربريشن وستبس اللي هي النعومه بتاعت الشكل. حاضر ده عليا اجي كده واقول له انيبل انيبل شكرا، والثيكنس زي ما انت عايز. كام فيرتكس؟ ما احنا مهمتنا ان احنا نوفر برضك مش ان انا اتقل وخلاص اهي شايفها؟ طب السكشن بقى بتاع الكنبه ده هرسمه ازاي؟ برضك 2 دي. طب 2 دي ازاي؟ هو انت عندك هنا اهو نص دايره ماشي، تعالى بس شيل انيبل دي خالص وتعالى هنا طبعا ما تنساش خلي بالك اللي هي الستبس. حاضر. طب ثم حاجه هنا موديفاي واروح جايب هنا ال سبلاين واجي اروح جاي هنا اهو كده حاجه هنا سيجمنتس واروح جاي ماسك دي كده ثم ديليت ثم. انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ اه مع حضرتك. اه هتلاقي فيها كرييت لاين بقى اهو كده من جوه. اه طبعا حاجه هنا بالسناب واروح واخد من هنا، بس انت هتحتاج الارث اروح جاي كده اهو وامشي كده وانزل كده. اه
طب لا ده هو اكبر من كده خلاص ارجعي باك سبيس يعني انت مش تبقى فيها مشكله انت تلغي ده اندو كنترول زد وارجع هنا كريت لاين اهو شايف اندو اهي تعال نشوف بس هو بيقفل في ايه طب ده طويل لا عايز اقلله متاح ليكي طبعا ممكن امسك ده كده وابتدي ان انا افصل سناب وابتدي ان انا طبعا زي ما انت عايز اقلل وازود زي ما عايز طيب ده تبقى نفس القصه كريت لاين واروح اخد دي كده من هنا سناب اهي واروح اخد دي كده طيب عايز ازودها بردك براحتك اهي افصل سناب واعمل كده طب حضرتك ده طب انا عايز الفه بس انت لازم ده يكون 2 دي طب ايوه هعمل ايه يعني انا مش فاهم حضرتك هتروح انت جايبه هنا اهو كده ادي الاوتلاين بتاعه ادي القرص مش عايزينه اهو طب اشمعنى ده ما عملناهوش انيبل ريندر لان انت هنا اهو انت محتاجه تروح تعملي كيرف دي كنبه هتعملي الكيرف ده ازاي فانت محتاجه ده سيكشن تركبيه على باث ايوه ما طيب هتمشيه ازاي على حسب الكنبه ماشي هنعمل بقى هنعمل الكيرف ده برضو زي الشباك كده بس مقسوم نصين جدع يعني انت ده السكشن اهو خدت بالك؟ ثم اروح اعمل الباس بتاعي الله ولا اسهل ما انت لازم يبقى عندك بدائل اروح اعمل اكسترود يا فنانه اسهل كده واروح جاي اكبر دي كده ده ينفع اهو وبعدين الله طب ينفع ازود سيجمنتس عشان البند براحتك اهو واعمل بند اروح اعمل بند اهو حضرتك اهو واروح اعمله بند على مزاجك اهو لا 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 مش زيها ايوه صح هو مش زيها لان انت عندك البند في مساحه معينه يعني ايه مساحه معينه؟ يعني انت عندنا الاكسترول دي حاجه هنا كده ستارت من زيرو لحد هقول له مثلا هنا 2000 ما احنا مش عارفين المقاس كام اهو او لحد 1000 اهو خدت بالك؟ ادي الشكل اوكي ظبط يعني ايه تاني؟ تاني حتة بقى المراية حضرتك سامعني وصل كده يا جماعة حد سامع حد يا جماعة سامعني تمام طيب ايوه مش بنسى البتاع قطع عندي طيب مفيش حاجة قولي وانا اقول لك تاني محمد هو حضرتك لسه لسه ايه؟ في الكنبة في الكنبة حد فكر يا جماعه الكورس ده هيبقى عامل ازاي؟ هي كده الناس الساكته الناس الساكته اللي هي ما بتردش الناس الساكته اللي هي ما بتردش هي عندها خلفيه بكل الكلام ده صح؟ اكيد عشان هدبسهم براحتكم طب ما هو الكرسي ده ما هيبقى نفس فكره الثاني اللي عند الكنبه طب تاخدي زيتون اسهل لو انت جيتي كده اهو ممكن اجي هنا اهو كده واقول له ده تيوب ينفع تيوب؟ طبعا وانت هتوجع دماغك ليه؟ اهو يا راجل وانا ينفع اروح اعمله سلايس؟ طبعا مش كده اسهل؟ ايه اسهل كتير طبعا طب هل ينفع ان انا اكبره شويه او امد طبعا انت عندك ايه مش نرجع بقى لاوامرنا القديمه لو انا حبيت اروح اعدل فيها ايه؟ اي واجي كده يا ابرار ما اعرفش انت موجوده ولا لا واروح جاي ساحب دي كده اوكي هيجي بقى حد يقول لي ايه؟ لا مش زيها ليه يا سيدي مش زيها ليه؟ لان انت عندك الارض دي مقطوعه طب ماشي هي فين الارض عندك وريني الارض ادي الارض اهي حلو وانت لو جيتي نزلتي على ده اهو كده وجيتي نزلتي كده ايه اللي موجود قدامك اوكي الارض مقطوعه هتشايفها وادي الشكل طب حاجه اخي حاجه بقى لا مش عارفه اعملها بجد قول الشلفس اللي قدام المرايه طب حد عنده يا جماعه راي او اختراع ان دي ممكن تعمل ازاي؟ انا باشمهندس النت فصل فمعلش حضرتك ممكن تقول لي بس انت قلت ايه مش كله النت فصل عندي مش عارفه فيه ايه طيب ما جراش حاجه بصي اخر حاجه انا قلتها اللي هي الكرسي اللي موجود على جنب ده خدي بالك انا ممكن اجي هنا كده واقول له ممكن اروح اعمل له تيوب هنا يا برادر يعني اجي تيوب كده واروح اعمل كده مش اسهل كده يا برادر؟ وممكن وممكن لو حبيت اعدل فيه ممكن اجي هنا اديت مش اهي واروح جاي هنا واخد هنا فيرتكس اهي واروح جاي ماسك هنا
شوي. وصلت؟ ده اللي عند الكنبة صح؟ ايوه بالظبط. هم ترك كراسي. بس هو كان كراسي رغد بتقول لي ايه اللي هي حتة الأرفف اللي هي اللي موجودة عندك في السور بتتعامل ازاي؟ هي دي. احنا بنتناقش بس بصوت عالي يعني. انا فكرت ان انا اعملها اللي هي لا بالمستطيل واعمله بنت ودي كده ودي واعملها سترود عادي ولا تاخدي زيتونه؟ نخد ممكن اعمل اري مثلا انت ممكن اري بس هي المشكله مش اري اصل الشيب ده هتعمله ازاي؟ ماشي اصل الشيب ده ممكن نعمله يعني نص دايره هو المستطيل الشيب نفسه ده وهنرسمه هنرسمه ايه تسميه ايه بالارش واللاين. طب بص كده هو ده ايه ده هو ايه طب بتيجي يا دكتور ها او تيوب مثلا دونت ايه ده هو اسمه ايه دونت ايه دونت فعلا يا راجل ايه ده بعدين لو انت في النص وترم لا بص كده تعالي هاتي هنا ايد سبلاين بص لو حركتي هنا جيتي على سيجمنت بصي امسكي الزرار كده وديليت ايه اللي اتفضل الثاني ارجعي كده للدونت بتاعتك وروحي زودي عدد السيجمنت او عدد الستبس اهي عشان يبقى ناعم. هو انت قصدك ان احنا هنعمل اوت لاين واكسترود وكده صح؟ ما هي مفتوحه ولا هي مش مفتوحه ولا ايه؟ ما هي مفتوحه ما ممكن اقفلها. ايوه هتعمل ايه يعني؟ ممكن اجي كده من جوه اهي ادي هنا الفيرتكس اهي واقول لو سمحت اعملي هنا كريت لاين وحضرتك هات لي هنا السناب اهي اثنين وهاجي اخد من هنا فيرتكس فقط اهي وهاجي اخد دي اهي كده. بس اهم حاجه ايه؟ سناب لا الولد اوه نعمل ويل بعد ما نخلص ده زي يعني ماشي بص اهي وحضرتك واخده دي كده اهي. ايمن انت معايا ايمن ولا خلعت؟ اروح ماسك البوينت دي كده معاك هندسه واجي اقول له هنا ويلد اهي ايوه. طب تفتكر يا ايمن احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل بقى اوت لاين ايوه عشان نديها الثيكنس ممكن مثلا ناخده ناخد نعمل لاتس يعني نعمل الجريد او نعمل يعني مثلا نعمل جريد اللي هو يعني روتيت يعني ناخد سيجمنت واحد من ده ونعمل له روتيت بزاويه ماشي بس مش كده اسهل. طب يا دكتور قبل ما تعمل ريدر ده تعمل الاول الخط اللي فوق ده بص بس دي كده ها ايه ماشي اسهل بعدين الله هو انت قصدك نعم يا فندم دلوقتي يا دكتور ممكن قبل ما تعمل ريندرنج تعمل اري للخط الواقف ده بالظبط وانا كنت هعمل كده بس هي الفكره إيه؟ كلها بص انا هاجي هنا اهو وهاجي اعمل هنا خط الخط ده منين لفين يعني هاجي اخد من هنا لاين اهو وادي هنا ادي اللاين ماله اللاين ده عشان اجي اكرره اروح جاي الاول هنا كده ناقل البيفوت السناب اروح واخد البيفوت ده بيفوت اهي واخد من هنا البيفوت ده واروح حاطه هنا يبقى معنى كده لما هاجي هعمل روتيت اللاين اهو. بس على فكره كده ده ما بقاش امتحان ان انا حد طولكوا حد حاسس بكده يعني؟ اه احنا سايبين حضرتك ما احنا بنساعد حضرتك اهو. طيب بص انت عندك ده الشكل اهو امسكي بقى اعملي هنا اتاتش لكل اللاينز دي زي ما احنا خدنا في بدايه المحاضره النهارده او اتاتش مالتيبل. طب مش اللاينز دي المفروض يبقى لها ثيكنس؟ طب بصي كده ايه اللي هيحصل؟ بص كده مش عندي هنا الدونت اي وعندي هنا انيبل اي طلع اي اوكي ماشي. اسهل حجمها قد ايه بقى يا فنانه؟ حجمها زيرو فيرتكس زيرو فيرتكس طبعا الثيكنس براحتك التخانه واللينث زي ما انت عايزه اي بصي اي اوكي مش كده اسهل؟ اعتقد كده خلاص الزيتون كلها كله اتحل اللي هو اللي موجود عندي في الاساينمنت او في التاسك. في حد شايف حاجه صعبه تانية؟ لا في حته صغيره بس يعني هي مش صعبه هو في سؤال بس اللي لازق في المرايه اللي هو ده بتاع الزرع ولا قصدك على ده؟ ما اللي جنب اللاين بقى اللي طالع منه اللي هو ده؟ ده ريكتانجل شباك ما فيهوش حاجه يعني
مفرغ من راس. آه. احنا كنا ممكن نعمله احنا بنرسمها من الاول. وصلت؟ كان في يعني في حد عنده اي سؤال في اي حاجه في نقطه حاجه مستخبيه وهكذا؟ لا. لا. عشان هبتدي ان انا احط عليه فعلا درجه المحاضرات وانس ان انت بعتيلي على الواتساب هبعتلك تمام.